22 من شهر حزيران عام 1921، وأثناء توجه المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو إلى القنيطرة بصحبة رئيس الوزراء وحاكم دمشق حق العظم، هاجم الثائر أحمد مراود مع مجموعة له كانت ترتدي ثياب الدرك موكب الجنرال محاولا قتله، إلا أن غورو نجا بإعجوبة. بعد عام من هذه المحاولة الفاشلة، التجأ الثائر اللبناني أدهم خنجر إلى سلطان باشا الأطرش، إلا أن الفرنسيين داهموا في 7 تموز عام 1922 دار الأطرش في غيابه، واعتقلوا أدهم خنجر متهمين إياه بالمشاركة بمحاولة اغتيال غورو. لم يسكت سلطان الأطرش على اعتقال ضيفه، وجهز قوة كبيرة وحاصر الحامية الفرنسية في قلعة السويداء من 3 جهات، واشتبك مع الفرنسيين في معركة تل الحديد عام 1922. أبيدت فيها فرقة الضابط بوكسان، وتم تدمير 4 مصفحات وأسر 6 جنود فرنسيين. فعمدت فرنسا لمحاصرة السويداء ولجأت إلى الخديعة، حيث وافقت على إطلاق سراح أدهم خنجر مقابل الجنود الفرنسيين 6، وبعد استلامهم نكثت بالوعد وأرسلت أدهم خنجر إلى الإعدام في بيروت، وبدأ الطيران الفرنسي قص مراكز الثوار لفك الحصار حول القلعة، ودمرت دار سلطان الأطرش. لجأ الأطرش والثوار مؤقتا إلى الأردن لمدة 2 سنين، عمل خلالهما على شحذ الهمم وجمع الرجال لمقاتلة الفرنسيين، فعاد إلى الجبل وقد اكتسب شعبية هائلة. انطلقت الثورة من جبل العرب لتشمل سوريا كلها، وكانت أولى القرى التي استجابت لنداء الشرف هي قرية أم الرمان التي رفعت أول بيرق في الثورة في 20 تموز عام 1925. وعلمت فرنسا بوجود سلطان الأطرش في أم الرمان فأرسلت طائراتها لقصف القرية، وكانت أولى عمليات الثورة العسكرية إسقاط 2 فرنسيتين وأسر 1 الطيارين. في 20 تموز عام 1925 تجمع الثوار وهاجموا الحامية الفرنسية الموجودة في قلعة صلخد، وأحرقوا دار البعثة الفرنسية. وفي اليوم نفسه انطلقت حملة فرنسية بقيادة القائد نورمان الذي اتجه إلى قرية الكفر وأمر جنوده بالتمركز حول نبعها، وهدد بالقبض على سلطان ورجاله. باغت الثوار الحملة الفرنسية وتفاجأ الجنود، فلم يستطيعوا الوصول إلى أسلحتهم الثقيلة، ولم تدم المعركة أكثر من نصف ساعة، حيث بدأ القتال بالسلاح الأبيض، ودخل الثوار بين الفرنسيين وقتل نورمان، وأبيدت الحملة كلها تقريبا. كانت خسائر الثوار في معركة الكفر 54 شهيدا، وتقول المراجع الفرنسية إن 172 جنديا فرنسيا قتلوا، ولكن الحقيقة أن الخسائر كانت أكثر من ذلك بكثير. في 23 من آب عام 1925 أعلن سلطان الأطرش الثورة رسميا ضد الفرنسيين، ووجه بيان الثورة السورية الكبرى الذي جاء فيه: إلى السلاح إلى السلاح يا أحفاد العرب الأمجاد، هذا يوم ينفع المجاهدين فيه جهادهم، والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم، فلننهض من رقادنا ولنبدد ظلام التحكم الأجنبي عن سماء بلادنا، لقد مضى علينا 10 سنين ونحن نجاهد في سبيل الحرية والاستقلال، فلنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعد أن سكت القلم، ولا يضيع حق وراءه مطالب. قبل الحرب ينادينا رفرف يا بيرق أهالينا، دق قبل الحرب ينادينا رفرف يا بيرق أهالينا، صوت الحيدة زادت نارينا، هور العصايا لاحتلال.